طيب خليني انتقل لمرحلة تانية اللي هي المرحلة الشاهينية. انت عملت 4 أعمال مع يوسف شاهين، وداعا بونابرت اليوم السادس، حدوتة مصرية، واسكندريلي. ازاي قدرت انك انت تنفلت، يعني خليني انسامح انجاز التعبير ان انا اقول اللعنة الشاهينية، مش معناها انها لعنة بمعنى لعنة، بس اللي بيشتغل تحديدا مع الأستاذ يوسف شاهين وزيه برضو ربنا يديله طول العمر أستاذ محمد صبحي ما بيعرفش يشتغل مع حد تاني، فبيحصل له تأميم كده، عارف تأميم قناة السويس، بيحصل له تأميم كده. وانا اشتغلت مع الاثنين كمان. ده انت انفلت من الاثنين بقى. طب كلمني عن الانفلاتة الشاهينية والانفلاتة الصبحية. يعني انت بعد ما خلصت التجربة بتاعت يوسف شاهين اللي هي الـ4 أفلام، ازاي هو هنبدأ الأول. أنا عملت علي بن مظهر، كان مع أستاذ محمد صبحي طبعا ربنا يديله الصحة، وكان بدايته يعني احنا كلنا كنا لسه بادئين يعني. ففي فرصة العمر كان هو الشهرة لمحمد صبحي ونسرين صحيح. وانا واستاذ حسن عبدين، حتى شوفي حسن عبدين بزمنه ده كله ما بدأش شهرته الا في فرصة العمر في المسلسل ده بالظبط كده. بالظبط كده. وبعدين عملت مسرحية علي بن مظهر مع الاستاذ محمد صبحي برضو، وبعدين دخلت في مرحلة الاستاذ يوسف شاهين بعد كده. ففرصة العمر هي يعني اللي وصلتك للمرحلة الشاهينية. كان قبلها برضو أفواه أرانب تمام. يعني بالضبط مع مدام فتح حمامة تمام. لأن كان أنا عملت 6 أفلام قبل الأستاذ يوسف شاهين. يعني من أول سنة 70 كنت بعمل أفلام. كان منهم عالم عيال عيال قبل أفواه أرانب. بالضبط بالضبط كده. إيه اللي لفت نظر يوسف شاهين فيك؟ الأستاذ يوسف شاهين على حسب ما أنا أعرف أنه أنا اشتغلت أفواه أرانب مع مدام رجاء حسين. ومدام رجاء حسين زوجة الأستاذ سيف عبد الرحمن، وكان ده تقريبا يعني المساعد الأول للأستاذ يوسف شاهين. غير الأستاذ محمود الخولي. لما طلب شباب قالوا له ان في محسن محي الدين، لان انا كنت اشتغلت مع مدام فاتن في أفواه أرانب تمام، اشتغلت اذاعه واشتغلت كمان سينما. فابتدى يشوف الاعمال اللي انا عملتها وابتدى يقابلني. هو عجبه فيا الحبوب الشباب فعلا حاجه طبيعيه في اللقاء يعني. الحبوب الشباب اللي كانت في وشي عجبه قوي، قال لي يعني القعده الاولانيه خالص قاعد يبص كده ويشوف الحبوب الشباب اللي موجوده، وبعدين قال لي ليك اصحاب؟ قلت له ليا اصحاب. فقال لي طيب هات لي 2 صحاب ليك وتعالى قابلني الاسبوع الجاي. عبد الله محمود طبعا واحمد سلامه. واحمد سلامه طبعا. احنا ما كناش بنفترق عن بعض، احنا الثلاثه كنا مع بعض من الاطفال يعني صحيح. فتاني مقابلة شافهم وادانا سيناريو، قال اقروا السيناريو كل واحد فيكم يقول لي المقابلة الجاية شايف نفسه في أني دور. تمام. فأنا شفت نفسي في الدور الشقي اللي أنا بلعبه طول عمري يعني. بالظبط. فقابلني قال لي أنت اخترت إيه؟ قلت له أنا هلعب دور اللي هو لعبه الأستاذ أحمد سلامة. فقال لي لأ أنا أنت هتلعب دور يحيى. قلت له لأ أنا مش شايف نفسي في يحيى. قال لي إزاي؟ قلت له ده معقد. انا انت ما كنتش عارف ان هو يحيى. يا سلام يا سلام. ما كنتش اعرف. لا قلت له لا انا هلعب دور الشاب اللي انا بلعب طول عمري الشقي بتاع كده. قال لي بص انا هقول لك حاجه. انا اللي هقول لك طبعا دايما الجمله المشهوره يا حمار هقول لك انت تلعب دور يحيى وانا اللي هساعدك فيه. اي حاجه انا هقدر اساعدك فيها الا مشهد واحد انا مش هقدر اساعدك فيه خالص، ده اللي هيثبت للناس انك بتعرف تمثل او لا. هيسيبه لتصورك انت احساسك انت الشخصي. هو كان بيحب فيك المناقشه دي طبعا. انت كنت بتناقشه. لا على فكره يعني مش كل الناس، مش ناس الناس اللي كانت بتشتغل معاه ما كانتش بتعرف تناقش، يعني كان مخيف. طبعا هو له رهبه طبعا. بس كنت بس انت بتناقش معاه. هو كان يعني ثقافته كانت بتسيطر على الاخرين. يعني الناس بتنبهر بيه فبتسلم لهم، بتسلم نفسهم يعني. انا بفضل الله عشان بدات مع نجوم كبار. بدات مع الاستاذ بركات، وبدات مع مدام فتح حمامه فكان عندك وجهه نظر ورؤيه. والاستاذ رشدي اباظه ما بقاش عندي الرهبه للشخصيات الكبيره، وخصوصا ان انا خدت الموضوع من وانا صغير صحيح. فكنت بتكلم كان بيسمح لك بالمساحه دي. هو كان بيكتشف فيا ان انا
يعني بتكلم معاه دماغ لدماغ دماغ لدماغ بالظبط مع احترامك طبعا للسن طبعاً والخبره طبعا لا انا بقول وجهه نظري وبشوف واقول انا رايي كذا وبتاع من كده طب انت انا شايف كذا يعني بتناقش. طب سؤال رفيع بقى, ايه المشهد اللي قالك هسيبك فيك خالص؟ هاملت قال لي انا مش هقدر ساعدك فيه. وعملته ازاي يعني؟ ابهرته اداني هو طبعا حتى كمان في شخصيه اسكندريه ليه انا كنت حر, لان هو قال لي انا انت هتلعب شخصيتي فانا مش هقدر اساعدك برضو, انت تبص انا بعمل ايه وانت وريني هتعمل فيا ايه. انت البدايه كده تحديدا اسكندريه ليه؟ حدوته مصريه وداعاً فرنبارك واليوم السادس كان وبعدين اليوم السادس تمام. فطبعا انا كنت براقبه طبعا إيه, اي واحد كان ممكن يعمل شخصيه يوسف شاهين انه بيتأتأ على طول تمام. لا انا اكتشفت ان هو بيتأتأ في اوقات معينه, يعني اوقات ان ما يبقى متنرفز لما ينفع يبقى عايز يوصل لك معلومه وعارف مثلا انك دماغك مش وصلاني فيقعد يبتدي يتنرفز وازاي يلفها وبتاع يعني ايه في اوقات كده معينه. وما عملتش شخصيته خالص, لا مزجتها بشخصيتي يعني كنت انا موجود برضو ما سبتش نفسي ابقى طين صلصال يشكلني زي ما هو. صحيح فهو لاني ماسك الشخصيه كويس دارسها كويس وحر فيها حتى هو بعد كده قال لي انا اكتشفت موهبتك على المفيولة مش على على الحقيقه فعلا على الحقيقه. طب امال انت كنت متأيد في مرحله يعني كنت حر في اسكندريه ليه حدوته مصريه كنت حر ايدني طبعا في وداعني يا بونابرت يعني ابتديت اتكتف ابتديت هو بقى يحاول ان هو يتواجد يعني في الشخصيه. بس انت كنت بتفلفص برضه؟ كنت بفلفص بس يعني كنت متكتف يعني كنت عندي احساس بالتكتيف. اليوم السادس كان برضو حاول يكتفني لكن انا كنت بحاول افلفص بقى يعني عشان كده قلت لا انا مش هكمل يعني اخري. بس انت لما خلصت المرحله الشاهينيه رحت رايح على طول يعني الناس تصورت طبعا في مرحله انت وقفت فيها اللي هي مرحله 3 سنين تقريبا اللي بعد بعد اسكندريه ليه بالظبط كده. اسكندريه ليه كان بالنسبه لي طبعا ايه اي واحد بيشتغل مع يوسف شاهين بيقولوا انه خلاص بقى بتاع يوسف شاهين ومش ملكيه خاصه يعني وما بيشتغلش مع حد تاني وبتاع وحاجات كده. فانا بعد اسكندريه ليه طبعا كان في ربنا سبحانه وتعالى حب يربيني حبه يعني اسكندريه ليه كان لما خرجت بره ومشيت بقى على السجادة الحمراء وخدت سوكسيه 7 دقايق وبتاع وكتبوا عني ظهر اعظم ممثل عربي حاجات كده يعني حاجات تخبل. فقلت انا لسه هنزل اكسر الدنيا بقى وهعمل حاجات وابتدى الغرور يجيلي يعني قعدت 3 سنين ما حدش عبرني يا خبر ابيض بعد اسكندريه ليه قعدت من فتره 77 لحد 80 ما عملتش حاجه وانا كنت واخد ده على ان بشتغل اذاعه تلفزيون مسرح في وقت واحد يعني متنوع ما حر بالزبط.